يا خالانوسة، ده انا مستنياكي بفارغ الصبر. ايه ده وانتي سامعة عني؟ طبعا. طب بصي اعمل لي كل اللي انت عايزاه، بس والنبي وديني الحمام. طب روحي بس غيري هدومك وانا هوديكي مطرح ما انت عايزة. في حمام قريب يعني؟ اه بس روحي. طيب طيب. يا حبايبي. هو سيبني ده في مبولة؟ مبولة؟ حمام. اه طبعا فيه. وديني. انت اسمك ايه؟ اسمي نادية، وبيطلعوني يقولوا لي يا نقة في البيت. طب والنبي يا نقة دخلت الحمام. عارفة يا خالتي كنت جاية لك بس الحكومة سبقتني. دخل ليه حمام يا نقة؟ كنت بتجوز يا خالتي. وانا هموت واخش الحمام. الهي ربنا يسترك تفكي حوليكي. فكينا يا نقة انت الارض بدل ما افكها على الارض. طيب اخر الدور قايلين. انا يا خالتي يا خالتي. يا خالتي يا خالتي. لو وراك حاجة روحي وتعالي. شعشعات شعشعات بحب عمري وعشق الحبات. اوعى تكوني فاكراني لوحدي، الواد زمايكا كان محسور قوي. قتلكم بنصيبه، وانا اقول النسوان بتخلص من البلد، قتلكم مصرفين هنا. قتلكم اللي هتربيكم، ست واصله ومخاويه يجي 20 عفريت، من اللي شفته دلوقتي. انت هتخوفيهم مني ليه هم 19 بس؟ ده انت ستك واصله لحد هنا يا خالتي. في الباب. صل على الله. اهلا اهلا اهلا. ازيكم يا نسوان يا رمه؟ شكلكم متمرمغين في الفراش. اكل العيش مر يا خالتي. اكل العيش؟ وانت بنت شبكه ولا سناره؟ سناره يا خالتي سناره. هشيلهم لك ان شاء الله اللي بتلعبي بيهم دول ان شاء الله. وانت؟ باني. اه يا باكيتا يا معفنه. وانت؟ منوعات. كله على كله يعني. اه الله يخرب بيكم، فتحتونا في شارع الجامع الدول ولا العربيه؟ ما بنزلوش، ده شارع الهواء. قال يا كدابه. طب انا هغلب نفسي ليه؟ كده متر وعشرين سنتي. كده راحوا ال 20 سنتي. طب اوديهم فين؟ معايا 19 عفريت، لو ناموا هنا هيرسموا على النسوان دي، ولو ناموا هنا النسوان دي هترسم عليهم. بصوا كل واحد بقى نام جنب اخوه على بعضيكم لحد ما اشوف لكم حته واسعه. اه استنوا ولا اقول لكم؟ يلا يا مرة نسويها من هنا، يلا من هنا، سيب من هنا ما تبصش هنا تاني، يلا يلا اتحركي اتحركي، يلا المكان مكاننا والسجن سجننا براحتكم. مكاننا ايه يا ابني اللي انت بتعملي ده في الناس؟ بس خفيش انا ما خافش يا دلعات، يلا لم عفريتك وقعد على جنب. الله طب هم جابوا سيرتي وجيب سيرتهم ليه دلوقتي؟ ده اصغر واحد ينزل يململي. الشوايه اللي بتعمليهم دول ما يخلوش عليا. شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انا بقول شوايه؟ 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 يلا يا اولياء انتوا بقى كل واحد على سريره، يلا ناموا. شرفت طبعا مهدكية تقدم بلاش. كان بقالك يومين مخفي فين؟ ها؟ مش عارف سد الحنك ولا ايه؟ ما بتردش؟ والواد ظهره واقع كده ليه؟ ما يخرب بيته الكونترباص كل ظهر الواد. ياد يا فوده، ابقى اعمل لي يد ماسك اللسان عشان اعرف اتكلم مع الراجل اللي بره ده. بلاش فضايح وتنام وانت ساكت، وتنزل الصبح بدري قبل ما الراجل يصحى. يا عمي اول ما هينام انا هخلع. الله يخرب بيت مسكاتك. ولا اصلك ولا جايه منين ولا بنت مين؟ مين اللي هيجي لنا الساعه دي؟ حمدي وبين انه شارب. انت خايفه منه كده ليه؟ انا خايف منه ليه؟ دي ساعه حد يزور فيها حد يا حمدي؟ عايز ايه؟ عاوز اشحن الموبايل. مش هفتح، انت بتستهبل. افتحي له يمكن ما معهوش شارجر. لو ما مشيتش هبلغ البوليس. هتسجني ابن خالتك عشان بطاريته فضيت. انت صحيح هتتجوزي الجدع اللي اسمه تيمور ده؟ ايوه ماما موافقه، واللي عندك اعمله. لا بقى عندي كتير،
وبقابليني لو الفرح ده تم. يلا يا حلوة تبقى نبدأ تمارين الصباح وكل يوم من ده مش نقعد ناكل ونفشول في السجن. يلا جاهزين؟ يلا قبل أي حاجة هنفك الجسم، الحامل ما تفكش معانا تتعب. يلا يلا فكش الجسم. يلا يلا الست الست نفس عميق خدوه وما يرجعش تاني يتكتب. يلا واحد اثنين ثلاثة هوب، واحد اثنين ثلاثة اربعة. فكركم هنفضل كده؟ لا لازم نرجع نقول الناس ايه في الشارع جننا. يلا نرجع واحد اثنين ثلاثة هوب، واحد اثنين ثلاثة اربعة. فك السد. يلا 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 يلا. دلوقتي بقى تمرين مهم عشان الظهر، ها كلنا عارفين يا حلوين ان الظهر فيه عمودين فقريين، واحد هنا واحد هنا، احنا ننزل عشان نفكوه بس المطلعة ما تنزلش معانا، فاهمين؟ يلا واحد اثنين ثلاثة اربعة. ما نسيتوش ليه؟ كلنا متمرنين. سلام ليه يا ولد، انا ناقصاكوا على الارض. يلا نزلتوا نقسم التمرين ده على السباحة. يلا 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 اللي تابع اختها بسدها. يلا 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 نطلع تاني ولا الناس يقولوا علينا اتجننا من العنف في الاسفلت. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. يلا فك الجسم تاني كده عشان الجسم يفرفش. دلوقتي بقى نعمل تمرين العضلة اللي هنا اللي في الخد ده، الخد ده فيه عضلة لما تتكبش كده تفك. يلا واحد اثنين ثلاثة هوبا، واحد اثنين ثلاثة هوبا. اسمع الألم، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة هوبا. يلا 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 فكوا. يلا تمرين اللسان، اللسان مش للراضي وخلاص ودي قالت ودي عادت، ها فكوا عضلة اللسان. انا قريه ام فاروق. ايه يا ست انت مستولي على الصخرة؟ انا هقول مالك يا شباب. قريه ولادي مسكنة الواحدة في السجن ليه؟ بلا واحدة بلا هيبة انا دماغي وقعانة يا شباب. لا ده انا لسه لاعب رياضة وعندي باور. انا يهمني الرياضة بلا رياضة، ما يخشش على الكلام ده. هقلب القلب يا ام فاروق. قولي ده في زيارة علشانك عند المأمور. عشان انا؟ اه عشان نوال. عشان نوال. عشان نوال. عشان نوال. تعرف اسمي اللي بيقولك؟ لو النبي. عملت ايه في موضوعي يا خالتي؟ انت هتلغي كتير بقى وتخنقيني، قلت لك هجوزك، يا بنت الجواز بقى اسهل من المحشي دلوقتي. اسمع من بقك ربنا بس امتى؟ لا دي عايزة رواقة. لا دي بس بشوف ايه؟ منك يا حلو. قمر. الله قول يا رجل، انت بتردني ولا ايه؟ مش كفايه اللي جرالك اخر مره؟ تعالي يا خلانوسه. ما هو اللي جرالي علمني، لان المره اللي فاتت دخلت غلط، المره دي داخل البيوت من ابوابها. ابواب ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اقعدي بس يا خاله، الاول تشربي حاجه؟ اي حاجه دايت. لا لا دايت ايه؟ انا جايب معايا ازازه شربات بعد اذنك يا فندم يفتحها لنا عشان كل زميلاتها تشرب. واحده واحده عليها يا استاذ ببلاوي. اظن عارفة الاستاذ. هز المعرفة، ده ابويا، ده زي ابوي. ابوك ايه؟ انا مش هحسسك بفرق السن، انا هاخدك ونجري نجري نجري. الاستاذ ببلاوي جاي عشان يكتب كتابه عليكي. يا ست انت استني، استاذ ببلاوي جايب تسريح من نيابة ومخلص كل الاجراءات. والنبي مخلص؟ عالجدار عالجدار الفرخامس يا عالجدار، ودي قادرها عالجدار. يا ست اهدي. معلش يا فندم، المفاجأة خلت الفرحة مش سايعاها. مالك؟ بعيط على مخدي البنايه. اختك؟ بتجوز كده ما بعيش حد من اهلي ولا الزمالك ولا حتى المحلة. كل ده اهلي مش عاجبك؟ ايدك يا ست، ايدك يا استاذ، ايدي لو سمحت. حاضر، فاطمة دي بقى. قول ورايا زوجيني نفسك على سنة الله ورسوله. ايه ده؟ ياه ياه تاني. في ايه؟ تحت باطي بيقوم عليا فجأة. ولازم يقوم دلوقتي. اوو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 و
يتوكس. يلا طب بعد اذنك يا فندم ممكن تسيبونا لوحدنا؟ اه من حقكم، اتفضل يا استاذ عشان نسيب العرسان لوحدهم. يلا احنا بقينا لوحدنا.
يا ليل العين البدلاوي. انا مش هينفع نتجوز. ليه؟ انا خايف عليك. في ايه؟ انا متجوزه من تحت. من تحت الارض. متجوزه جديد. واحد في جنوب افريقيا. في جنوب افريقيا. طيب يعني بيسافروا؟ يعني دول طيبين مفيش منهم خوف. انا خايفه من التالت. وده منين؟ من جنوب افريقيا. الله، وانت واخده توكيل جنوب افريقيا؟ خايف عليك يا زوجة. الله الله الله، انت جيت على السيره يا احدب. احدب؟ لا يجوزني ايه وانا ناقصه رجاله؟ ما كنتش اعرف ان حضرتك مرتبط بيها. ايه ايه ايه؟ تبوته؟ بوته لكن ايه اللي عملته؟ لا ايوه ايه اللي عملته؟ لا يا احدب انا اللي هقف. لا 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 يا ورد يا واد سيدي البشرات. يا نهار اسود يا سياده المامور. يا سياده المامور. النهار السود يا بابا. شفت النسيبة اللي جات لنقة؟ هيجوزونا ابويا. هو انا لو خلفت يا نقة الواد يبقى ابني واخويا؟ يلا اهو دل بابا ولا دل حيطة. بابا يا لهوي. يه 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 ده ايه؟ ده يا لهوي. يه 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 ده ايه؟ ده ابوي عايز يتجوزني. ابوك عايز يتجوزني؟ شبكني بكني وهيجهزني. شبكني بكني وهيجهزني. اه يا لهوي. يا خرابي. يا ندبتي. يا فضحتي. يا لهوتي. يا لهوتي. يا لهوتي. يا خرابي. يا لهوتي. يا فضحتي. قولولي ارفض انا ولا اقبل. ملوش مستقبل. ملوش لوش 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 مستقبل. ولو وافقت اتجوز ابويا يا خوفي يطمع فيا اخويا. اه يا لهوي. يا خرابي. يا مسبتي. يا فتحتي. يا لهوتي. يا لهوتي. يا لهوتي. يا خرابي. يا لهوتي. يا 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 لهوي. يا 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 ده ايه؟ ده يا لهوي. يا 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 مكبوتة.